أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما الحكمة من تغريب الزاني غير المحصن عاما؟ لأجل تغير الوضع ويبعد عن محل الجريمة وعن قرناء السوء. تغير المحل يسبب تغير الحال، يقولون تغير المحل يسبب تغير الحال، يجد ناس طيبين ويجد ناس بعيدين عن محل الجريمة فيتأثر بهم صلاحا واستقامة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.